السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بأصدقائي الصغار مجدداً في درس جديد في مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، ودرس جميل بعنوان كيف أصبحت هند كبيرة؟ إذن لنرى في درسنا لليوم ماذا فعلت هند حتى تصبح كبيرة؟ إذن في أول درسنا سنستعرض أهداف الدرس، وهي 1- قراءة النص قراءة جهرية واضحة. 2- نطق الكلمات التي تشتمل على الحروف المشددة. 3- توضيح معاني الكلمات. 4- التعرف على عناصر القصة والقيم المستفادة من النص. إذن هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نقرأ نص درسنا لليوم. كانت الطفلة الصغيرة هند ترغب في أن تصبح كبيرة، وقد جربت كل الطرائق، فتارة تلبس حذاء أمها، وتارة ترتدي ثوب جدتها الفضفاض، وحينا تسرح شعرها مثل أختها الكبرى، وكثيرا ما ضحك الجميع من تصرفاتها العجيبة. ذات مرة فكرت هند في القيام بعمل آخر، لقد دخلت المطبخ ونظفت أواني الطعام تنظيفا جيدا وجففتها، مما أدهش الأم وجعلها تتساءل، هل أصبحت هند كبيرة؟ وفي اليوم التالي نظفت هند غرفتها ورتبتها، وساعدت أمها على القيام بأعمال أخرى. وعند العشاء تحدث والدها أمام جدتها وأمها وإخوتها قائلاً، هند الصغيرة كبرت فعلاً، فهي تساعد والدتها على إنجاز كثير من أعمالها، لقد أعجب الجميع بعمل هند وأدركوا أنها أصبحت كبيرة. فرحت هند وشعرت بأنها كبيرة على الرغم من أنها لا ترتدي ثوب جدتها ولا تلبس حذاء أمها ولا تسرح شعرها مثل أختها الكبرى، وقالت في نفسها، يبدو أن ما كنت أفعله ليس مما يجعل الصغار كباراً. ممتاز، أبدعتم يا أبطال، قراءة جميلة. إذن هل أنتم الآن مستعدون للبدء في حل التدريبات؟ هيا بنا نبدأ مع التدريب الأول. أقرأ الجمل الآتية وأنتبه إلى نطق الكلمات التي تشتمل على حروف مشددة. الطفلة الصغيرة هند ترغب في أن تصبح كبيرة. تحب هند أن ترتدي ثوب جدتها الفضفاضة. نظفت هند الأواني وجففتها. ضحك الجميع من تصرفاتها العجيبة. إذن ننتقل الآن إلى التدريب الثاني مع الكلمات ومرادفها. إذن أضع الرقم المناسب بين الكلمة ومرادفها. لديكم هنا الكلمة ومرادفها. يبدو، ترتدي، ترغب في، الفضفاض، أدرك، أعجب، أدهش، الواسع، تريد، يظهر، تلبس،
فهموا وتصوروا، حير سر وفرح. الآن لديكم دقيقتان للبدء بترقيم الكلمات حسب مرادفها. هيا. أنتم يا أبطال، إذن هل أنتم جاهزون حتى نرى إجاباتنا معا؟ هيا. كلمة يبدو معناها يظهر، ممتاز. كلمة ترتدي تعني تلبس، رائع، أحسنتم. كلمة ترغب في تعني تريد، نعم، رائع. كلمة الفضفاض تعني الواسع، جميل. كلمة أدركوا تعني فهموا وتصوروا، أحسنتم. كلمة أعجب تعني سر وفرح، جميل. وكلمة أدهش تعني حير. كما أنتم رائعون أيها الأبطال، هيا ننتقل الآن إلى التدريب الثالث. أجيب عن الأسئلة الآتية: كانت هند تقوم بأعمال تثير الضحك، فما هذه الأعمال؟ لماذا كانت هند تقوم بهذه الأعمال؟ هيا يا أبطال، إليكم الآن دقيقتان للإجابة عن هذه الأسئلة. كانت هند تقوم بأعمال تثير الضحك، فما هذه الأعمال؟ كان
كانت تلبس حذاء أمها وتارة ترتدي ثوب جدتها الفضفاض وحينا تسرح شعرها مثل أختها. رائع، أحسنتم. لماذا كانت هند تقوم بهذه الأعمال؟ لأنها كانت ترغب في أن تصبح كبيرة. أحسنتم. هيا لنرى الأسئلة التالية. ما العمل الذي قامت به هند وجعل الجميع يدركون أنها كبرت فعلاً؟ بماذا شعرت هند عندما أدركت أنها كبرت فعلاً؟ هيا يا أبطال، إليكم الآن دقيقتان للإجابة عن هذه الأسئلة. ما العمل الذي قامت به هند وجعل الجميع يدركون أنها كبرت فعلاً؟ دخلت المطبخ ونظفت أواني الطعام تنظيفاً جيداً وجففتها. نظفت هند غرفتها ورتبتها وساعدت أمها على القيام بأعمال أخرى. رائع، أحسنتم. بماذا شعرت هند عندما أدركت أنها كبرت فعلاً؟ فرحت هند عندما أدركت أنها كبرت فعلاً. أحسنتم يا أبطال، إجابات رائعة ودقيقة. هيا بنا ننتقل إلى التدريب الرابع. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. أضع إشارة في المربع المناسب. أضع إشارة في المربع المناسب. نوع النص: كيف أصبحت هند كبيرة؟ هل هي قصة أو عرض معلومات أو وصف حدث؟ إنها وصف حدث. رائع، أحسنتم يا أبطال. هيا ننتقل الآن إلى التدريب الخامس. أكمل ما يأتي. هند هي الشخصية الرئيسية في النص. الشخصيات الأخرى هي؟ هيا فكروا، استرجعوا معلومات النص. من هي الشخصيات الأخرى التي شاركت هند في هذا النص؟ الأم، ممتاز، رائع. وأيضا الأب، ممتاز. وأيضا الشخصية الثالثة هي الجدة. أحسنتم، رائع، أحسنتم يا أبطال. ننتقل الآن إلى التدريب السادس، ونريد الآن بعضا من الحماس. هيا لنرى السؤال. أحوط كل صفة مناسبة لهند كما فهمت من النص. لدينا هنا ست صفات، اختاروا الصفات التي توجد في هند. مغرورة، مقلدة، متعاونة،
طيبة مجربة عنيدة. هيا لديكم الآن دقيقة واحدة، ضعوا دائرة على صفات هند. هيا لنرى إجاباتكم. كم شخص منكم قال إنها مغرورة؟ هل هند مغرورة؟ لا، أحسنتم، رائع. هل هي مقلدة؟ نعم هي مقلدة، ممتاز. هل هي متعاونة؟ نعم هي متعاونة، أحسنتم. هل هي طيبة؟ نعم أحسنتم، هي طيبة. هل هي مجربة؟ نعم أحسنتم، هي مجربة. هل هي عنيدة؟ نعم رائع، هي ليست عنيدة. أحسنتم يا أبطال، رائع. إذن ننتقل الآن إلى السؤال التالي. ماذا أعجبك من تصرفات هند ولماذا؟ أبحث في النص عما يأتي. معنى كلمة حاولت. هيا يا أبطال، إليكم الآن دقيقتان للإجابة عن هذه الأسئلة. ماذا أعجبك من تصرفات هند ولماذا؟ لم أسمع. أحسنتم، رائع. أعجبني من تصرفات هند عندما ساعدت أمها في تنظيف المطبخ وتنظيف غرفتها، لأنها من الأمور الواجبة على الأبناء مساعدة الوالدين وبالأخص الأم، لأن الرسول أوصى عليها في الحديث أكثر من الأب. أحسنتم، رائع. اختلفت إجاباتكم لكنها جميعا كانت في نفس الإطار، في نفس الفكرة. أحسنتم يا أبطال. أبحث في النص عما يأتي. معنى كلمة حاولت. هل عثرتم على معنى هذه الكلمة؟ لنرى معا. إنها جربت. أحسنتم، رائع يا أبطال، بارك الله فيكم. الآن أبحث عن كلمتين تحملان المعنى نفسه في الفقرة الثالثة، والجملة التي تبين إعجاب الوالد بابنته هند. هيا لديكم الآن دقيقتان للإجابة عن هذه الأسئلة.
أبحث عن كلمتين تحملان المعنى نفسه في الفقرة الثالثة. هل عثرتم على الإجابة؟ لا أسمع. أحسنتم، إنها كبرت وكبيرة. رائع، أحسنتم يا أبطال. وما هي الجملة التي تبين إعجاب الوالد بابنته هند؟ أحسنتم، رائع. هند الصغيرة كبرت فعلا، فهي تساعد والدتها على إنجاز كثير من أعمالها. أنتم رائعون حقا، أحسنتم يا أبطال. تدريب جميل. الآن أكتب ضد الكلمات المكتوبة باللون الأحمر في الجمل الآتية. هل تعرفون ما معنى ضد؟ ممتاز، عكس الكلمات، رائع. أعاد أبي القميص الضيق إلى المتجر. ما ضد كلمة الضيقة؟ إنها الفضفاضة، رائع، أحسنتم. بللت أختي الصغيرة ملابسها. ما ضد كلمة بللت؟ عكس كلمة بللت، إنها جففتها، رائع، أحسنتم. تخلع البنت ثيابها المدرسية. ما ضد كلمة تخلع؟ أحسنتم، ترتدي، رائع، بارك الله فيكم. التدريب السابع، هيا بنا بكل حماس لحل هذا السؤال. أكمل كما في المثال. ذات مرة فكرت هند في القيام بعمل آخر. ذات مرة شاركت فيه. إجابات جميلة أيضا، رائع، شاركت في المعرض، جميل. ذات مرة فزت فيه، أحسنتم. ذات مرة فزت في المسابقة، جميل، أنتم رائعون. ذات مرة سافر أبي إلى الكويت، رائع، أحسنتم. ذات مرة، هيا أعطيني جملة. جميل، رائع، أسمع إجابة جميلة أيضا. جميل، ذات مرة ذهب أخي إلى حديقة الحيوانات، أحسنتم، رائع يا أبطال. التدريب الثامن، هيا، أين الحماس؟ أروني حماسكم لحل هذا التدريب. أكمل كما في المثال. ترغب هند في مساعدة أمها. يرغب الأطفال في، أسمع إجابات جميلة، جميل، رائع. يرغب الأطفال في اللعب في الصالة، ممتاز، أحسنتم. ترغب ندى في، إجابة جميلة، أسمع أيضا إجابة أجمل. ترغب ندى في الرسم، ممتاز، رائع. ترغب المعلمة في، جميل، أحسنتم. ترغب المعلمة في تصحيح الأنشطة، رائع، أحسنتم يا أبطال. هيا الآن بكل حماس إلى التدريب التاسع. أكمل الجمل في العمود 2 من الجدول كما في المثال. نظفت هند أطباقا. نظفت هند أطباق الطعام. رتبت زينب غرفة. أحسنتم، رتبت زينب غرفة أمها، جميل. بنفس الطريقة الجملة الثالثة، لعب الأطفال كرة. أحسنتم، لعب الأطفال كرة القدم، جميل، أحسنتم يا أبطال. والآن مع التدريب العاشر، أصنف الكلمات التالية في المكان المناسب. لدينا كلمة القدر،
الشوكة، المقلاة، الصحن، الكأس، الفرن. ممتاز. الآن قوموا بتقسيم هذه الكلمات وتصنيفها حسب وجود اللام الشمسية أو اللام القمرية في الكلمة. هيا، لديكم الآن 3 دقائق لحل هذا التدريب. لنرى الإجابات معا. القدر لام قمرية. ممتاز. الشوكة لام شمسية. رائع. المقلاة لام قمرية. جميل. الصحن لام شمسية. رائع. الكأس لام قمرية. أحسنتم. الفرن وهي لام قمرية. جميل، أحسنتم يا أبطال. أدخل التعريف على الكلمات الآتية كما في المثال وأقرأها جيدا. لدينا كلمة لحم، إذا أدخلنا إليها التعريف تصبح اللحم. ممتاز، رائع. لنرى الكلمات. ليمون، لفت، لبن، لهب، ليف، لوبيا. الآن لديكم دقيقتان لإدخال التعريف على الكلمات. Thank you.
لنرى الإجابات. ليمون، الليمون، رائع. لفت، اللفت، جميل. لبن، اللبن، جميل. لهب، اللهب، جميل. ليف، الليف، رائع. ولوبيا، اللوبيا. أحسنتم يا أبطال، أنتم حقا رائعون. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. نراكم في الدروس القادمة. إلى اللقاء.